نبدأ بقى مع حضراتكم. ما ينفعش أعتقد إن إحنا نبدأ الحلقة غير لما نتكلم عن المايسترو والأسطورة، أسطورة الأهلي صالح سليم، اللي بالأمس كانت ذكرى ميلاده. المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي الراحل، وهو كمان خلينا نقول من أبرز الأساطير الكروية والإدارية لمصر حقيقي يعني عصرتهم. ولد في 11 سبتمبر عام 1930، وبدأ بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد كده الفريق الأول، ده كان تحديدا عام 1948. ظهر لأول مرة بعد كده في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، وفاز الأهلي وقتها بثلاثية كانت نظيفة، وكان خلالها نقدر نقول صالح سليم يعني سجل بقورة أهدافه الرسمية. استمر في الأهلي لموسم 66 و67، ولعب آخر مباراته كان ليه أمام الطيران زي ما احنا فاكرين، كانت تحديدا يوم 11 نوفمبر عام 1966، وزي ما احنا شايفين يعني قدام حضراتكم بعض اللقطات والصور والنوستالجيا الجميلة. يعني شخصية ما اختلفش عليها اتنين حقيقي، كان محبوب جدا، كان صاحب الشخصية القوية، الشخص اللي عنده كاريزما، يعني حاجة بصراحة مش هتتعوض تاني. فلا يرحمه، زي ما بنقول كده الشخص بيرحل ولكن بيبقى التاريخ وبتبقى الذكرى.